على مضمار سباقات التقاط الأوتاد بمزرعة الرحبة بولاية بركة، انطلقت الدورة التدريبية لالتقاط الأوتاد، والتي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية، وتتواصل على مدار 5 أيام في استعداد مبكر لاستهلال الموسم المقبل لسباقات الفروسية المتنوعة. هذه الدورة هي من ضمن الدورات التي خطط لها الاتحاد العماني للفروسية في نشر رياضة التقاط الأوتاد على مختلف ولايات السلطنة. نسعى من هذه الدورة هو نشر رياضة الفروسية في مختلف ولايات السلطنة، وأيضا هذه الرياضة رياضة التقاط الأوتاد هي رياضة حقيقة الآن أصبحت رياضة دولية، ونحن نريد نشرها على مستوى الولايات، وبالتالي من خلال نشرك أبناء الولايات في موسم الاتحاد العماني للفروسية راح نعلمهم كيف التعامل مع الخيل ونعطيهم فكرة على أساسيات التقاط الأوتاد، التقاط الأوتاد بالرمح والتقاط الأوتاد بالسيف ومختلف رياضات التقاط الأوتاد الثمان. الدورة التدريبية والتي يشارك فيها 45 فارسا وفارسة من مختلف ولايات السلطنة، يسعى الاتحاد العماني للفروسية من إقامتها إلى نشر رياضة التقاط الأوتاد في الولايات وإقامة سباقات متعددة لها لما تمثله من إثارة ومتعة. جوانب نظرية يتلقاها الفرسان المشاركون تتضمن تعريفا شاملا بكل جوانب الأمن والسلامة المتعلقة بالفارس والخيل والمهارة والدقة في التصويب، لينتقل بعدها الفرسان إلى أرض السباق في تطبيق عملي ومباشر. تجهيز الخيل بكافة مستلزماته وتوجيه المدربين والمشرفين على الدورة لتدريب الفرسان واستعراض لمهارة استخدام الرمح، ليبدأ الفرسان في التدريب على التقاط الأوتاد في أوضاع مختلفة. هذه الدورة اللي هي التقاط الأوتاد دورة ممتازة، والشباب والمدربين ما مقصرين، وإن شاء الله نطلع فرسان جيدين إن شاء الله. تشكيل فريق النسائي لالتقاط الأوتاد هدف من أهداف الاتحاد العماني للفروسية، وهو ما يتضح من خلال مشاركة عدد من الفارسات سيكن نواة لمنتخباتنا الوطنية مستقبلا. أنا كنت حابة أني أدخل هذا الالتقاط، بس سبحان الله الاتحاد العماني الفروسية ما قصر وجزاهم الله خير، أتاحوا لنا فرصة أن نحن نتدرب، فهي مدة قصيرة بس نستفيد من كل بستان زهرة. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان سباقات التقاط الأوتاد بمزرعة الرحبة ولاية بركة.